بينما كان محافظ عدن ووزير الزراعة وهما من أعضاء المجلس الانتقالي يعبران مدينة التواهي نحو المعلى، انفجرت في طريقهما سيارة مفخخة وقتلت 6 أشخاص، ليس من بينهم أحد الرجلين. سيخرج لملس بعد هذه الحادثة المؤسفة وسيشير بأصابع الاتهام لمن سماهم بأعداء السلام والتنمية بعض اللقطات من مكان الحادثة. تذكرنا هذه الحادثة بأخرى مشابهة وقعت عام 2015، إذ قتل في المنطقة ذاتها محافظ عدن الأسبق جعفر محمد سعد، كان متجها من التواهي نحو المعلى تماما مثل لملس، وانفجرت سيارة مفخخة في طريقه فقتل. سيعلن تنظيم داعش وقتها مسؤوليته عن العملية، وبعد عام سيقول شلال شائع إنه قبض على القتلة. من هم وأين هم؟ لا أحد يعرف إلى اليوم إلا الله ثم شلال. وصلت لهذه الخلايا غدا سنكشف كل الخفايا، نبشر شعبنا بأن تم إلقاء القبض سواء على قتلة الشهيد البطل جعفر أو على قتلة رجال المرور أو على قتلة القضاة وكل من ارتكبوا كل حماقة وهم تحت تأثيرات الديزبام والهيروين والحشيش، دروس القاعدة التي لن يربطها في الدين أي ارتباط في ديننا الحنيف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد حادثة عدن بيوم واحد ستنعى وزارة الداخلية اليمنية 3 من ضباطها قتلوا في سيئون بعملية لا تختلف عن سابقتها في عدن إلا في التفاصيل الفنية. جرت العملية بهذه الطريقة، زرع أحدهم عبوة ناسفة في سيارة أحد الضباط في وزارة الداخلية مروان صائل، صعد هذا الضابط إلى السيارة مع 2 من مرافقيه، انفجرت العبوة لحظة تحركهم وقتل 3. بعض اللقطات من مكان الحادثة. من التفاعلات مع هذا الموضوع، سمير حسن يقول المجرم يتصرف بمأمن من العقوبة في عدن. تعرفون لماذا؟ لأن المتهمين باغتيال محافظ عدن السابق جعفر بتفجير سيارة مفخخة بمدينة التواهي، والذي أعلن مدير الأمن شلال شائع حينها القبض عليهم وتم إخفاؤهم دون أي محاكمة حتى اليوم، هم من يقف يقول وراء محاولة اغتيال محافظ عدن أحمد لملس وبالطريقة ذاتها. معاذ الشرجبي يقول محاولة اغتيال محافظ عدن هي أحد لاعيب الإمارات لخلط الأوراق قبل انتهاء مهلة خروجها من بلحاف، وذلك بعد فشل الخطة ألف، يقول بتسليم بيحان وحريب للحوثي من أجل انقضاضه على مأرب ومن ثم إسقاط شبوة من قبل الانتقالي. يقول صمود مأرب أربكها وجعلها تنتقل للخطة باء. زياد الجابري يقول رحم الله الضباط 3 الذين اغتالتهم أيد الإرهاب والعمالة. يقول يوم أمس في سيئون هناك من لا يريد، يقول للمناطق المحررة للاستقرار خدمة لمشاريع التشظي والتشطير والارتهان لإيران ومن دار في فلكها. راجع عمار يقول العبوات الناسفة وتفخيخ السيارات عمل إيراني صرف، ما حدث في عدن لموكب المحافظ بصمته واضحة، اختراقات من جيوب إيران والضاحية الجنوبية يقول، وكذلك ما حدث في سيئون وتفخيخ سيارة أحد القيادة الأمنية هناك. ثم يقول على الأجهزة الأمنية بمناطق الشرعية اليقظة التامة وسرعة القبض على جيوب إيران التخريبية.